السلام عليكم، يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل النهاردة مع بعض روتين وقفة يوم عرفة، وهنعمل شوية محشي زي الزبدة. بجد طعمهم تحفة وريحتهم خطيرة، حاجة خفيفة قوي قوي قوي. وهعمل كمان اللحمة معاكم النهاردة بطريقة مختلفة، هعملها لحمة بالبصل المكرمل بطريقة حلوة قوي، هتعجبكم كتير ان شاء الله. وزي ما احنا وشايفين مع بعض النهاردة، ده فطار وقفة عرفة. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود علينا الايام بخير، وتحس كده حاجة رجعتنا لرمضان تاني. لو اول مرة تشوف في قناتي، ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو، ويلا بينا على بركة الله. اهم حاجة نبدأ نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اول حاجة انا بدأت بيها، جبت الحلة بتاعتي عشان اجهز حاجة المحشي. فبدأت الاول بان انا اعمل تقلية المحشي او الصلصة بتاعتها. فصين من الثوم كده، وهي البصل اللي انا كنت عاملاه في الرز انت معاكم يا بنات، طلعته من الفليزر، يدوب فك معايا شوية ونزلته في المادة الدهنية كده، وهي فصين من الثوم. جربوا كده تضيفوا فصين من الثوم للمحشي، بجد هيبقى حلو قوي قوي. في المادة الدهنية كده هشوحه. انا بس هوريكم اللون بتاع البصل بتاع المحشي علشان ناس كتير سألتني عليه، مش بنغمقه خالص يا بنات. معايا هنا كيلو من الطماطم، ومعاه واحدة فلفل اخضر زي اللي انتوا شفتوها دي كده، بارد او حامي، بتدي طعم حلو قوي للمحشي. فرمتهم كويس جدا في الخلاط. رجعت بقى للبصلة بتاعتي، شايفين لونها؟ هو ده لون بصل المحشي يا بنات، يكون اشقر كده، بياخدش لون غامق علشان ما يمررش وعشان ما يغمقش الصلصة قوي. نزلت عليهم بشفشق الطماطم اللي انا عصرته في الخلاط، فرمت ده وياه واحدة فلفل، وهسيبه بقى يتسبك. بس قبل ما اسيبه يتسبك، هحط له معلقة كده من السكر علشان تعادل حموضة الطماطم، وتخلي المحشي بتاعك ده خفيف وجميل. تحسي كده ان انت مش هتشبعي من اول حلة محشي، لازم حلتين تلاتة. فغطيت الغطا بالشكل ده علشان التسبيكة تتسبك براحتها، وحطيت مية على النار. ودي الكرنب بقى يا بنات، الكرنب البلدي رجع تاني، بجد احلى كرنب تاكلي منه محشي. هبدأ بقى أشيل كل الورق اللي بره الأخضر ده، وأخلي الكرومبة معايا حلوة كده وجميلة. هبدأ إن أنا كمان أشيل الراس بالطريقة دي، زي طريقة التقوير كده، تمام؟ بتبقى حلوة قوي. وكمان علشان إن أنا هنزل الكرومبة دي بحالها كده في حلة السلق، وهطلع منهم ورقة ورقة. عملت معاكم الطريقة دي قبل كده كمان في فيديوهات تفريز الكرومب والحاجات اللي زي كده. فخلاص هنا التسبيكه بتاعتي، شايفين الزيت نطر ازاي، وكمان كنت سلقت الكرنب وقطعته كله على السريع كده. وانت واقفه طالما مطبخك رايق حواليكي والدنيا منظمه، وانت عارفه هتعملي ايه، ان شاء الله ربنا هيسر لك كل اللي انت عايزه تعمليه كده. اهم حاجه تستعيني بالله وانت داخله المطبخ كده، سمي الله. حطيت التوابل بتاعه المحشي، حطيت ايمان، حطيت 7 بهارات، وحطيت كمون، وحطيت قرفة وملح، مش اكتر من كده. ال7 بهارات بتاعتي انا اللي بعملها في البيت، بيكون فيها قرنفل، بيكون فيها حبهان مطحون، وبيكون فيها لوري كمان مطحون، بيكون فيها حاجات حلوة قوي زي زير الورد والحاجات دي. فبصراحة بجد بتخليني ان انا استغنى عن توابل كتير وكده، فبزود عليها بس الكمون، وبزود عليها رشة القرفة. طبعا هي بيبقى فيها قرفة، بس انا بحبيت ان انا ازودها شوية، وكمان بزود جنزبيل، تمام كده. وظبطت الملح وقلبت المحشي بتاعي، وكمان قعدت حشيته يا بنات، بس مش هعلق عليه دلوقتي، تمام؟ هنشوف مع بعض دلوقتي وانا بعلق عليه وبسويه. دلوقتي عندي شرايح لحمة، انا بوريكو التقطيعة بتاعت شرايح اللحمة، مش كبيرة قوي ومش سميكة قوي، وزي ما احنا شايفينها كده قطع الى حد ما صغيرة. حابة تكبريها شوية مفيش مشكلة، تمام؟ انا بوريها لكم اهو. بصدمها الاول في الطاسة كده في مادة دهنية شوية زيت، علشان اللحمة بتاعتي اصلا فيها ايه نسبة من الدهون، هي احمر على ابيض كده. عادة انا اصلا بحب اللحمة لما بتكون ملبسة شوية، وفي الطريقة دي بتدي طعم حلو قوي قوي. فهصدم اللحمة بتاعتي، ومش هبدأ أقلب فيها إلا لما تتشمع وتاخد لون. هوريهولكوا برضو واحنا شغالين دلوقتي، علشان شايفين اللون ده يا بنات حلو قوي، تحفة بجد. اصلا ريحتها دلوقتي بجد تحسي ان انت كده بتعملي حاجه زي الشاورما. هي انا عايزه كمان اقول لكم ان التقطيعه قريبه قوي للشاورما. هصدمها علشان تحتفظ بالسوائل بتاعتها وتاخد لون الشوي وتكون معايا حلوه، شايفين اللون بتاعها. بعد كده هقلبها واحده واحده على الجهه الثانيه بالشكل ده، علشان برضو تتشمع من الجهه الثانيه. وهبدا بقى ان انزل بقى عليها البصل والحاجات دي. عايزه اقول لك كمان ان الطريقه دي بتحب البصل كتير، ولما تعملي اللحمه بالطريقه دي، عايزه اقول لك ان انت هتاكلي التحبيشه اللي حوالين اللحمه وتسيب اللحمه نفسها، يعني البصل بتاعها والريق بتاع اللحمه خطير. غطي عليها الغطا، حتى لو نزلت سوائل معاكي وقلبتيها بدري شويه، سيبيها لما
تتشرب السوائل بتاعتها، قلبي بيها وغطي عليها الغطا. في الوقت ده بقى هنبدأ ان احنا نهدي النار، وكل شغلنا هنا بقى على الهادي. لحمة بجد حلوة قوي، هتديكي برضو ريحة المشاوي وطعمها، وهنعملها مع بعض بفحمية في الاخر، بجد طعمها تحفة. شايفين انا جمعت كده اللحمة في نص الطاسة، وابدأ انزل بالبصل بتاعي، بصل مقطعاه جوانح جوليان، وهبدأ انزله بالشكل ده. كمية البصل نفس كمية اللحمة، لان البصل دلوقتي هيدوب تماما ومش هيبان اصلا، بس هو في الوقت ده بقى هياخد الكرملة بتاعة اللحمة اللي في قلب الطاسة والمادة الدهنية اللي نزلت، وهيتشرب ريحة والطعم بتاع اللحمة. زي ما قلت لك هتاكلي التحبيشة اللي حواليها وتسيبيها، وتسيبي اللحمة من جمال التحبيشة بجد. تمام، زي ما انتوا شايفين معايا كده اهو، شوحت البصل تشويحة حلوة، وبعد كده قلبته مع اللحمة بالشكل الحلو ده. اغطي برضو عليه، البصل هيبدأ ينزل السوائل بتاعته ويدبل، وزي ما احنا شايفين كده تمام حلو قوي. في الوقت ده حطيت بقى براد كده على النار جنب مني، علشان اللحمة دي يا بنات هنزودها نص كوباية مية بنص كوباية مية، او كوباية بكوباية، بس في خلال ما انا بزود لازم انا ازود مية سخنة مية مغلية، استحالة ازود مية باردة، هتخلي اللحمة بتاعتك تغيب وتشد ومش هتستوي خالص، فلازم انت تزودي مية سخنة. كل ما المية تحسيها جفت ونشفت زي ما احنا شايفين كده، قلبي بقى اللحمة بتاعتك، اديها تقليبة حلوة. انا هنا حبيت اضيف الفلفل يعني ايه قبل الاخر كده، قبل التسويه الاخيره، يعني كانت اللحمه بتاعتي خدت 3 ارباع تسويه، علشان حابه احتفظ بشكل الفلفل، مش عايزاه يتهري قوي. كمان برطمان الفلفل الاسمر بتاعي خلص، ان شاء الله افرم توابل، اطحن توابل يعني. كمان حابه اعمل الروتين ده معاكم، ودي ترشه كده من السبع بهارات، وحدتين لوري، وشويه كده من البابريكا، ما تكتريش علشان ما تغمقيش اللحمه. هو اساسا عموما اللحوم من الحاجات اللي مش بتحب توابل كتير، يعني كل ما تقللي في التوابل حتى لو هتكتري انواعها، بس حطي بكميات قليله، هتحسي كده بطعم اللحمه احسن. يعني بعكس الفراخ، الفراخ ضيفي لها توابل كتير، انما اللحوم قللي توابل هتاخدي طعم وتست عالي قوي 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 للحمه. خلصت كده، هضيف لها كمان كوباية مية وغطي عليها. انا بوريكم اللون بجد تحفة، انا على فكرة الواحد صايم، اللهم اني صايم بجد، الريحة تشهي وتفتح النفس وحلو قوي. يا طبعا لسه شوية تسوية، كل ده على نار هادية يا بنات، يعني كل ما تضيف لها شوية نص كوباية مية، سيبيها لحد ما تتشربها. هنضيف في حدود 3-4 مرات كده من المية وبس كده، هتكون استوت معايا وزي الفل. في الوقت ده بقى خلاص، يعني هي فاضل لها كده 10 دقايق كمان وتكون استوت اللحمه. هبدا بقى احط المرقه بتاعه المحشي، هحط لها المرقه بقى، عندي شويه شوربه كده نحطهم، وابدا ان انا احط شويه ملح علشان اعادل الملح بتاع الشوربه. لو ما عندكيش شوربه ولا مرقه خالص، ممكن انت تحطي ميه عادي جدا، وبيطلع المحشي بتاعك طعمه حلو قوي. هو اهم حاجه تخديعه الصلصه بتاعته بتبقى جميله. تمام، وكمان حبيت احشي وحدتين من الفلفل كده ويا المحشي بتاعي، وبظبط الملح كده وعلي عليه، وبعد 10 دقايق ما يغلي هبدأ اهدي النار تاني، واسيبه بقى يقعد يتردد على مهله، وكمان اللحمة بتاعتي تكون استوت، وتطفيها في محمية تطلع معاكي تحفة جدا. ده شكل المحشي بعد ما استوى، بدأت ان انا غلفته بالشكل ده. وكمان هنزل لكم طريقة اللحمة كل التفاصيل ان شاء الله، وتركتها والفحمية اللي احنا حطناها ازاي، والحاجات دي كلها نزلها لكم في فيديو لوحدها، ويكون قصير شوية ان شاء الله. شايفين اصلا لون بقى صلصة المحشي تحفة جدا. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين. واتمنى كمان من كل اول حد شاف، يعني لو حد شاف قناتي لاول مره، يا ريت يشترك فيها وما تبخلوش عليا باللايك. وكل سنه وانتم طيبين، اشوفكم الفيديو الجاي على خير، مع السلامه.